كلمة وراد غطاها، كلمة وراد غطاها مع هاني دحلان عمزاج عمزاج. أحلى إذاعة أحلى إذاعة أحلى إذاعة. انتو عارفين طانن علي الإمام علي هالأيام، وكل ما عم أقرأ أشعاره وحكمه دار للمرء بعد الموت يسكنها، بشوف قديش كان فعلا أكبر من الحجم اللي حطيناه فيه كونه منعتبره محسوب على إخواننا الشيعة أو العكس. الإمام علي هو ثوري بكل معنى الكلمة في أيام الجاهلية، ولذلك قراءة كلامه اليوم وحكمه كفيل يخلينا نفهم أيام الجاهلية الحالية وكيف نثور عليها. اليوم كلنا منحكي عن الظلم والعشائرية والقبلية والفساد والعدالة الاجتماعية، وكلها فعلا تندرج أو نتيجة فقط لشيء واحد وهو الفقر. الفقر هو أساس كل الخلافات، أساس كل العنصريات، أساس الحروب وأساس الظلم الاجتماعي. قبل كم يوم كان في رجل كبير تعدى 60 من العمر واقف أمام حاوية زبالة في عمان الغربية، واقف عم ببحبش فيها. ما كان عم بدور على علب بيبسي علشان يبيعها صفيح، كان عم بدور على أكل. رجعت بالسيارة ونزلت عنده وقلت له عشو بتدور؟ قال لي بدي أكل، جوعان جوعان. بغض النظر عن الجوع وبغض النظر عن الناس في العمارة اللي عند الحاوية كيف قالوا له لا تخرب زبالة وتبحبش فيها بدون حتى ما يقولوا له أو يسألوا على شو عم بتدور، وبغض النظر عن تصرفي معه، شو ممكن يعمل هذا الشخص علشان يأكل ويطعمي أولاده؟ أنا بقول لك شو أنا ممكن أعمل لو أنا محله. مستعد أصير قاتل، مستعد أصير حرامي، مستعد أصير أزعر، مستعد أصير شو ما بتتخيل وشو ما بتتخيل، ولا يناموا أولادي ومش قادر أطعميهم والناس عم بتكشني علشان ما أبحبش بحاويتهم الموقرة. فعلا لو كان الفقر رجلا لقتلته. كلمة وراد غطاها، كلمة وراد غطاها مع هاني دحلان عمزاج عمزاج. أحلى إذاعة أحلى إذاعة.